وهذا يقول في دعاء القنوت عندما يثني الإمام على الله عز وجل ماذا يقول؟ المؤمنون يؤمنون. إذا قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فإنه يقول سبحانك، يقول سبحانك أو يسكت، إما أن يقول سبحانك أو يسكت، ولا يقول آمين في مواطن الثناء على الله، يقول سبحانك أو يسكت.